أصدقائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نحن أصدقاءك، برنامج شركة المشروعات السياحية. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نهنئ كل الطلاب الناجحين في صفوفهم إلى صفوف أعلى، ونقول لكل من ما زالوا يمتحنون هذه الأيام بالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى أن تنتهوا من هذه الامتحانات قريبا وتأتوا لتقضوا إجازة الصيف بين ربع مرافق شركة المشروعات السياحية، حيث أعدت شركة المشروعات السياحية للطلاب برنامجا ترفيهيا مميزا وأيضا تخفيضات في الأسعار لكل المتفوقين. نبدأ هذه الحلقة. أصدقائنا المشاهدين، أهلا بكم من جديد. نبدأ خبرنا الأول معكم لهذا اليوم من النافورة الموسيقية، حيث أقيم في يوم 26 من شهر مايو 2000، كان يوم جمعة، مهرجان البسطات في النافورة الموسيقية. كان الدخول إلى النافورة الموسيقية في يوم الجمعة مجاني للرواد وأيضا للمشتركين الذين بلغ عددهم 10 مشتركين، وشاركوا في هذه البسطات بمختلف أنواع المنتجات والسلع التجارية. إضافة إلى هذا النشاط التجاري، كان هناك نشاط فني وموسيقي لبعض الفرق والمطربين. إضافة إلى ذلك، تم اختيار أجمل بسطة والتي فازت بها السيدة مودي العبيد، أما أغرب بسطة فكانت جائزتها من نصيب محمد براك المليفي. أهلا بكم من جديد. إيمانا من شركة المشروعات السياحية بدورها في الترفيه والتخفيف عن الطلبة المتفوقين والذين قضوا أيام الامتحانات بكل جد واجتهاد، وطبعا انتهت هذه الامتحانات بتميزهم وتفوقهم، شركة المشروعات السياحية أعدت لهم هديتها الخاصة، وهي عبارة عن قضائهم ليوم مجاني في كل مرفق من مرافقها المتعددة والمنتشرة في كافة أنحاء الكويت. من هذه رافق مثلا نادي الشعب البحري الذي نصور منه حلقتنا لهذا اليوم، وأيضا هناك مرافق كثيرة مثل المدينة الترفيهية التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء، صالة التزلج، النافورة الموسيقية، شاطئ المسيلة وشاطئ العقيلة، ونادي الفحيل، ونادي رأس الأرض البحري، ومجمع أحواض السباحة. طبعا في كل هذه الشواطئ والمجمعات بإمكانكم أن تمارسوا هوايات السباحة المميزة والمحببة خلال إجازة الصيفية. هناك أيضا الجزيرة الخضراء، وطبعا مرحب بكم في كل مرافق شركة المشروعات السياحية، وهذا العرض ساري لغاية يوم 31 من شهر أغسطس 2000 ابتداء من بدء ظهور نتائج الامتحانات. إذا كل طلابنا المتفوقين والمتميزين مدعوون لقضاء يوم مجاني واحد في كل مرفق من مرافق شركة المشروعات السياحية. على الطلاب الذين يرغبون بالزيارة، ما عليهم إلا إحضار شهادة الدراسة الأصلية وإبرازها عند مدخل الدخول، وألف مبروك مرة أخرى مقدما لكل الناجحين.
أصدقائنا المشاهدين أهلا بكم من جديد. شركة المشروعات السياحية أيضا تستعد للإجازة الصيفية، وذلك من خلال استعدادها لاستقبال أكبر عدد من الرواد في مرافقها المنتشرة في كل مكان. هذا الاستعداد بدأ في المدينة الترفيهية فعلا، والتي ستفتح أبوابها خلال أيام السبت، والتي كانت فيما سبق أيام عطلة في المدينة الترفيهية. سيبدأ هذا الافتتاح اعتبارا من 24/6/2000 ولغاية نهاية شهر 8/2000. اعتبارا من أول سبت يوم 24/6/2000 سوف تكون التذكرة مخفضة وقيمتها دينارين ونصف للفرد الواحد. كل عام وأنتم بألف خير. استقبل نادي الفحاحيل البحري أعضاء جمعية المعلمين التابعة لمنطقة الأحمد التعليمية، وذلك في يوم مفتوح اشتمل هذا اليوم على مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، وقضى أعضاء الجمعية يوما ترفيهيا لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نرحب فيكم اليوم في برنامج أقامته اللجنة الاجتماعية في جمعية المعلمين الكويتية فرع محافظة الأحمدي. هذا النشاط عبارة عن يوم ترفيهي للمعلمين وأبناء المعلمين، قامت فيه اللجنة الحقيقة مشكورة بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية، للحقيقة أبدت كل تعاون معنا ونشكرهم في إعطائنا هذا اليوم الخاص. طبعا هذا البرنامج حقيقة من البرامج اللي تقيمها جمعية المعلمين الكويتية في محافظة الأحمدي لأبناء المعلمين والمعلمين، البرامج الترفيهية، وتخلل طبعا هذا البرنامج في حمام السباحة بعض الألعاب الترفيهية لأبناء المعلمين وللمعلمين، وكذلك في مسابقة ثقافية ستقام إن شاء الله بعد هذا بعد مسابقة الأحواض. طبعا الهدف من هذا البرنامج الحقيقة التنفيس وإعطاء الحقيقة المعلمين يوم بعيد عن جو العمل وعن صخب العمل وعن الحقيقة التعب اللي يبذلون المعلمين في مدارسهم، إعطائهم يوم يرتاحون فيه هم وأبنائهم، يوم ترفيهي يستمتعون فيه. والحقيقة يعني لاحظنا الإقبال الشديد من المعلمين في إنجاح هذا البرنامج، ونتمنى ان شاء الله ان تكون هذه يعني مو بس البرنامج هذا، في كثير من البرامج اللي نقيمها نتمنى من المعلمين الحقيقه يشاركونا ويعني يكونون الحقيقه متواجدين مع الجمعيه في انجاح هذه الانشطه اللي راح تعود عليهم ان شاء الله بالنفع لهم ولابنائهم. ونشكر في النهايه الحقيقه تلفزيون دوله الكويت على تغطيتها لهذه البرامج الطيبه الترفيهيه النافعه للمعلمين وابناء المعلمين، وكذلك نشكر الإخوان القائمين على شركة مشروعات الساحية، ولكم كلكم جزيل الشكر. شركة المشروعات السياحية، برنامج نحن أصدقاؤك. فاكس البرنامج 5651936، صندوق البريد 23310، الصفات 13094، دولة الكويت. بهذا أصدقائنا المشاهدين نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج نحن أصدقاؤك، برنامج شركة المشروعات السياحية. موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل مع جولة جديدة بين المرافق وآخر أخبار أنشطة الصيف. إلى اللقاء.